مرحبا أخواني المتابعين. من الأشياء أو الأماكن اللي انصحونا نزورها في كرابي المطعم المشهور هذا. شوفوا كيف المدخل ماله، طبعا اسم المطعم، بنحاول نصور لكم عن قريب. اسم المطعم ذا بوم كلونغ سونغ نام، يعني بحيرة القباقيب الشفافة. طبعا المطعم مبني على مساحة شاسعة جدا، هذه كلها مواقف وبركات خاصة لهم. طبعا الآن في شح في الزباين، ولكن المطعم مفتوح فبنجرب أكله وبنصور لكم متابعين. وهذا طبعا الأطباق التايلندية، هذا دي اي مشواي بالتايلندي يسمونه كيان، وهذا الطبق المشهور طبعا السمطم الطلاء، هذه أكلة اسمها لب كاي دي اي. طبعا هذا كانيو وهو الرز الستيكي رايس، وطبعا في سوالف ثانيه بعد جايه، والصحه والعافيه معنا. طيب بدت تبين المعالم، هذه اشجار المانجو تريف اللي هي تزرع في الماي. شوفوا الماي هناك كيف بدا يصير شفاف شويه فشويه فشويه.